عندي اللي صارت تعض. اي بتعض ليش؟ معليش. طب امسكها شوي 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 شوي، مش هيك امسكها عادي. شوف ما بكتش تعض، ليش بدها تعض؟ ها الحالة صار هاي بتعضش، هاي بتعضش. قديش طولها بيجي؟ امسكها شوي، صارت طولت بتعضش يا زلمة. فيها متر ونص. كيف؟ متر ونص. خلص رجعها، بدك تطولها كل يوم يومين عشان تبطل تعض.